السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم وانت بتتفرج على قناة بيماري بي. النهاردة هنتكلم على الذكاء الصناعي ومنع الانتحار او تقليل الانتحار. في كذا تقنية مستخدمة في الذكاء الصناعي انها ترصد الشخص نفسه عنده اكتئاب ولا لأ، وتبدأ تتعامل معاه على اساس دوت. على سبيل المثال الفيسبوك عمل تقنية معينة، اول ما بتلاقي كلمة او تلاقي فيه صور غامقة او تلاقي فيه بداية كده النوع من الاكتئاب، فبيبدأ يحلل الموضوع دوت. واوتوماتيك لو انت مثلا عندك اكتئاب بسبب مثلا الوزن الزايد، يبدا يجيب لك وصفات لتقليل الوزن، او يبدا يجيب لك صور مناسبه ليك، او يبدا يجيب لك حاجات متفائله لو انت عندك نوع من انواع التشاؤم، فيبدا يحول الحاله المزاجيه بتاعتك. بيبدا ياخد بعض البوستات اللي هو حاسس ان فيها تشاؤم يبعتها لناس حقيقيه، تبدا تشوف الكلام دوت وتحلل هل هو فيه فعلا مشاكل وفيه ميول للانتحار. ولو كده يبدأ يتكلم معاك على الخاص ويبدأ يشوف ايه المشاكل بتاعك، يبدأ يبلغ أقرب مركز لمكافحة الانتحار قريب من المدينة بتاعتك، بحيث ان هو يتواصل معاك، وبحيث ان هو ممكن يبدأ يتكلم معاك في التليفون، يشغلك، يناقشك، يحاول يحل المشكلة لحد ما العربية تيجي لحد البيت وتبدأ تتفاعل معاك وتحاول تمنعك من الموضوع ده. فده استخدام كويس جدا للذكاء الصناعي، وموجود باللغة الإنجليزية وموجود باللغة العربية والفرنسية ولغات أخرى. حتى الآن هو بيستخدم في دول العالم ما عدا أوروبا، لأن في مشاكل معينة بسبب إن هو عشان يعمل كده لازم يطلع على المعلومات بتاعة المستخدم، وعندهم مشكلة في أوروبا. فده استخدام حلو جدا، وناس كتيرة في أمريكا اللي هي بلد الحريات وكده موافقين على الموضوع دوت، إن أنت تستغل المعلومات في حاجة هتفيد الشخص نفسه، في إن هو لو عنده أي نوع من أنواع الانتحار تبدأ تحاول تحل المشكلة ديت، تتعامل معاه، تشوف سبب المشكلة ايه وتعالجها، شخص طبيعي يتصل بيه، المركز المكافح للإدمان يتواصل معاه، وهكذا.